السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تداعيات دعوات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن مستقبل حزب المؤتمر. أحمد علي منا ونحن منه، عبارة أطلقها رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ضمن سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في تويتر وعمدها بالعفو عما سلف، عبارة خلقت جملة من التساؤلات حول مغزى هذا الاستيعاب السياسي المبكر لأحمد علي عبد الله صالح الذي تورط كأبي في إعاقة العملية السياسية طوال الفترة الماضية، تورط تسبب في إدراجهما ضمن قائمة العقوبات التي أقرها مجلس الأمن، وقبل أن تضع الحرب أوزارها في وقت لا تزال تراق فيه الدماء على ساحة الحرب حتى اللحظة، يرى مراقبون في موقف رئيس الوزراء مؤشرا على استمرار مخطط يرعاه التحالف لإعادة إحياء التركة السياسية للمخلوع صالح، والتي ضاعت ضمن جملة مما أضاعه صالح في معركته العبثية ضد السلام والانتقال السياسي في اليمن قبل أن يتم تصفيته على أيدي حلفائه الحوثيين. وفيما يتشبث الحوثيون بجزء من تركة المؤتمر، يحاول الرئيس ومعه رئيس الوزراء إعادة هذا الحزب وتركته البرلمانية إلى كنف السلطة الشرعية، فيما لا تزال نقطة الافتراق قائمة بين الشرعية وبين قيادات كثيرة من المؤتمر. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. ما زال حزب المؤتمر هو محور التجاذبات السياسية في اليمن، وكل طرف يسعى إلى الظفر به. أجد المستجدات في هذا الشأن هي دعوة الرئيس هادي ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر إلى المصالحة مع الحزب وقياداته، وهي دعوة تحمل في ظاهرها محاولة لسحب المؤتمر وثقله البرلماني إلى مربع الشرعية كما يرى مراقبون، وفي باطنها طي لصفحة صالح ومحاولة تثبيت الرئيس هادي في قيادة دفة الحزب كونه المناط بالقيادة حسب أدبيات الحزب ولوائحه الداخلية. لكن الدعوات التي أطلقت مؤخرا أصبحت مثار تساؤلات كثيرة، حيث يعتبرها البعض تجاوزا لمقتضيات العدالة الانتقالية، ذلك من جهة، ومن جهة أخرى يتساءل البعض كيف يعفى عمن لم يعترف بالشرعية أصلا، فما زال الكثيرون من قيادة الحزب سواء الذين في الداخل أو في الخارج غير معترفين بشرعية الرئيس هادي. ثم ماذا تعني عبارة أحمد علي منا ونحن منه؟ أهي محاولة لتصدير نجل المخلوع إلى المستقبل، وهو المشمول بعقوبات مجلس الأمن الخاصة بعرقلة التسوية السياسية في اليمن. وما هو الرابط بين أحمد علي وحزب المؤتمر؟ فالأخير كما هو معروف لم يكن ضمن قيادات الحزب، أم إن إرث الجاهلية سيطغى على المبادئ الديمقراطية وأدبيات الحزب، وسيرث الرجل تركة أبيه ضمن صفقات سياسية معينة، خصوصا وأن بعض الأخبار تتحدث عن سعي حثيث لإسقاطه من قائمة العقوبات. الواضح إذن أن هذه الدعوات ليست ببعيدة عن الترتيبات الأخيرة في المشهد السياسي اليمني وتقاربات بين بعض الأحزاب وأطراف إقليمية، وعلى ما يبدو فهناك مشهد جديد يجرى الإعداد له وعلى نار هادئة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا نتوقف في هذه الحلقة لنناقش محورين، وهي إلى أين سينتهي المؤتمر ومن سيرثه، وأيضا أبعاد الدعوات الأخيرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن حزب المؤتمر. وفي البداية أرحب بضيوفي، سيكون معنا من الرياض القيادي في المؤتمر الشعبي العام الأستاذ ثابت الأحمدي، وسيكون معنا من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أبدأ مع القيادي في حزب المؤتمر ثابت الأحمدي، مرحبا بك أستاذ ثابت. أهلا بك أخي العزيز وبالأخ عبد الناصر المودع وبالمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا بك أستاذ ثابت. هناك ربما تجاذبات كثيرة حول حزب المؤتمر الشعبي العام الشرعية، ربما هناك تريد ضم المؤتمر إلى كنف الشرعية واستيعابه، هناك أيضا دعوات من أطراف أخرى ربما تريد إنتاج مؤتمر شعبي جديد، كيف تتابع أنت الآن هذه التجاذبات حول حزب المؤتمر بعد رحيل صالح؟ عزيزي، لمثل هذه الظروف الاستثنائية وضعت اللوائح ووضعت القوانين الداخلية أو حتى الخارجية المنظمة لمثل هذه التكوينات.
اليوم يحكم المؤتمر الشعبي العام بشكل عام، النظام الداخلي الذي وضع في المؤتمر العام السابع هو الفيصل الجامع وهو المرجعية الشاملة لكل المؤتمرين سواء في الداخل أو في الخارج. هذا ما يجب أن يتنبه له الكل حتى لا يتفرق الجميع، رغم أن هناك من قبل محاولات من قبل سلطة صنعاء الكهنوتية أن تخلق مؤتمرا مصبوغا بالصبغة الإيرانية، وهذا ما ترفضه قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج، عدا ربما بعض الشخصيات القليلة التي تماهت مع الحوثيين من سابق، وهذا غير مرفوض. على أي حال، بين يدينا الفقرة الرابعة من المادة 26 الفصل الأول للثالث، تقرر أن رئيس الجمهورية أن الرئيس هادي هو رئيس المؤتمر الشعبي العام في الوقت الحالي، باعتباره النائب الأول وباعتباره منتخبا في المؤتمر العام السابع في عدن في ديسمبر 2005، وهذا معروف للجميع. وبالتالي فلا داعي للغط السياسي الذي يدور اليوم بشأن المؤتمر الشعبي العام ما دام بيننا النظام الداخلي موجود. نعم، كيف لا يمكن لهذا القلق داعي فيما يخص حزب المؤتمر؟ كما تعلم هناك لا زال القيادات الصف الأول من كانوا بجوار صالح هم الآن في كنف الميليشيا في صنعاء، وربما لم نسمع لهم موقف حتى اللحظة، ويعني هذا الصمت دليل على أنهم متماهين مع الميليشيا الانقلابية في صنعاء. أيضا من هم خارج صنعاء، ربما هناك أكثر من وجهة نظر، هناك من يرى مؤتمر جديد يتزعمه ربما أحمد علي عبد الله صالح بدعم من الإمارات، وهناك أيضا من يرى بأن يعيد إنتاج المؤتمر الشعبي العام عن طريق الشرعية برئاسة رئيس الجمهورية والنائب وبندغ. عزيزي، من هم صامتون الآن في صنعاء نعتبر صمتهم حالة إيجابية لأنهم في ظروف استثنائية نقدرها جميعا، لأن من يرفع صوته اليوم برؤية لا تتفق مع سلطة الكهنوت الكيان الإمامي الغاصب في صنعاء يتم تصفيته مباشرة، وقد صفوا رئيس المؤتمر بنفسه والأمين العام. لنجد لهم العذر على أي حال، مهما كان لنجد لهم العذر، لكن في الوقت الحالي ليس أمامنا لمؤتمري الداخل أو الخارج أو لكل الأصوات المتباينة أو التي يقال أنها متباينة مع أن الحكم على هذه في الوقت الحالي أمر مبكر. على أي حال، كما قلت سابقا، الرئيس هادي هو رئيس المؤتمر الشعبي العام، والنظام الداخلي هو الفيصل والحاكم للجميع ولا مفر للجميع منه. نعم، طيب أستاذ ثابت، تكرم بالبقاء معي ونشرك معنا في الحديث من عمان الأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي. مرحبا بك يا أستاذ عبد الناصر. مرحبا بكم، اهلا بك. استاذ عبد الناصر، انت كيف تتابع المؤتمر الشعبي العام بعد رحيل صالح؟ ربما الكثير يتحدث عن نوع من التخبط، الضياع، ما هو مستقبل المؤتمر؟ مساء الخير وتحيه لك وللاخ ثابت. الان الدعوات لوراثه المؤتمر الهدف منها كل طرف يحاول ان يعزز مركزه، الرئيس هادي وبن دغر وأسرة صالح وغيرهم، كل طرف يريد أن يعزز مركزه تحت اسم المؤتمر الشعبي، لكن الأمر الأكيد أن المؤتمر الشعبي هو حزب نشأ في ظل سلطة، وبالتالي هو كان حزب لامتداد سلطة، ما فأي سلطة قادرة بأن تحتضن الأنصار أو الأعضاء الذي كانوا منضمين للمؤتمر الشعبي، ففي هذه الحالة سيلتحقوا بها بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي. طبعا تبقى هناك قضية كيفية عمل إخراج شرعي أو قانوني أو بما يتناسب مع لوائح المؤتمر. لا أعتقد أن الظرف الحالي في حالة وجود أغلبية أعضاء المؤتمر أو الجسم الرئيسي للمؤتمر هو الآن في منطقة يسيطر عليها الحوثيين، الذين هم من جانبهم سيحاولوا أن يستنسخوا صورة ديكورية للمؤتمر الشعبي، وسينجحون في ذلك كونهم هم السلطة الآن الفعلية، حيث أن الكثير من كانوا محسوبين على المؤتمر مستعدين أن يكونوا ضمن هذا الوضع إذا ضمنوا مصالحهم،
او على الاقل ضمن وضع الانقلابيين الحوثيين، ام الشرعيه تقصد استاذ عبد الناصر؟ يعني لا الوضع اللي انا اتكلم على الاشخاص الذين هم تحت سلطه الحوثيين وفي مناطق سيطرتهم، الكثير منهم اما خوفا او طمعا في سلطه بان مستعدين ان يكونوا ضمن التركيبات التي سيقوم بها الحوثيين، حتى لو كانت مناصب ديكورية وليست فاعلة أستاذ عبد الناصر. حتى لو كانت، حتى بعضهم هو مستعد ليضمن إما مصلحته أو يحافظ على مصلحة ما، أو أنه يتقي شرهم. هؤلاء الآن هؤلاء تحت سلطة قهرية قامعة، وكما هو معروف من البداية الحزب المؤتمر هو ليس حزب أيديولوجي، هو ليس حزب، هو حزب سلطة، ومن لديها السلطة بإمكانه أن يجذب أكبر عدد ممكن من هؤلاء. فيما يتعلق بمن هم خارج هذه السلطة، من هم في السعودية أو غيرها، الرئيس هادي حاول أن يجذب البعض، ولكن هناك بشكل عام هناك عدم ثقة متبادلة بين هادي وبين معظم كوادر الحزب، وبالتحديد في المناطق الشمالية لا يثقون بهادي ولا هادي يثق بهم. وبالتالي لا أعتقد بأن هادي يستطيع أن يجذب له أعداد معتبرة في المناطق الشمالية. إذن برأيك من سيستوعبهم وسينجح في ضمهم أستاذ عبد الناصر؟ أيضا لا ننسى نحن تحت وصاية خارجية، وبالتالي العلم الخارجي بيده الكثير من الأوراق التي سيلعبها. في حال قررت دول التحالف بشكل مجتمع أو بشكل منفرد أن تفعل المؤتمر الشعبي في منطقة ما، من الممكن أن تجذب لها جزء من أعضاء المؤتمر. لكن ما دام الآن السلطة في اليمن مجزأة واليمن مفككة بهذا الشكل، فإننا لا نتوقع بأن توجد قيادة واحدة للمؤتمر الشعبي، سيوجد أكثر من مؤتمر شعبي، وهذا أمر متوقع وطبيعي إلى أن تكون هناك دولة واحدة. في هذه الحالة قد نجد حزب شبيه بالمؤتمر أو المؤتمر أو غيره تنشئه السلطة قادمة. نعم. طيب أستاذ ثابت الأحمدي من الرياض، القيادي في حزب المؤتمر، إذن الأستاذ عبد الناصر يقول بأن ربما الرئيس هادي والحكومة الشرعية لن تستطيع استيعاب عناصر المؤتمر من كانوا بجوار صالح على الأقل في المحافظات الشمالية، لأن هناك ربما بون شاسع واختلاف كبير فيما بينهم. عزيزي اسمح لي أقول لك بشكل عام، الترتيب النهائي للمؤتمر الشعبي العام مرتبط بالانتصار النهائي أيضا للشرعية. لا يمكن أن نجد حزبا مستقرا مستقلا يملك قراره بصورة نهائية وطبيعية، سواء المؤتمر الشعبي العام أو التجمع اليمني الإصلاح أو الاشتراكي أو غيره، في ظل دولة غير مستقرة. يعني ما يجري على الدولة يجري بالنهاية على أجزائها، على الأحزاب التي بداخلها، ونحن ندرك ذلك على فكرة، ندرك ذلك وندرك أن هناك من سيتساقطون ومن تضمهم الكيان السلطة الصنعاء، لأنها كما أشار الأخ عبد الناصر سلطة قهرية قانعة، وبالتالي سيبقى دور المؤتمر ربما غير منضبط أو غير مستقر بصيغة نهائية حتى تستقر الشرعية وحتى تنتصر. فإذا ما انتصرت نهائيا سينتصر الحزب وسينتصر الوطن كامل بكافة هيئاته ومؤسساته ومن بينها المؤتمر الشعبي لها. نعم. طيب أستاذ ثابت، برأيك هل لا زال هناك تواصل بين قيادات المؤتمر، من هم في الداخل ومن هم أصبحوا في الخارج؟ هناك بعض قيادة نزحت إلى المدن التي تسيطر عليها الشرعية، وبعضهم غادر وهذا معروف ويتابعه الجميع. هناك جماعات أيضا يعني كادت اليوم أو تسعى للتقارب أو تسعى أيضا يعني لملمت بعض الأصوات المتناثرة وفي إطار الشرعية وليست بعيدة، أو لا نستطيع أن نقول أن هناك تجنحات متضادة حتى الآن، ربما هناك مبالغة قليلا في هذا الجانب. نعم. طيب الآن التجاذبات أستاذ ثابت، الذي ربما هناك يعني من يسعى لدعم جناح معين في المؤتمر الشعبي العام، هل سينجح برأيك في ذلك وينتج مؤتمر شعبي عام خارج اليمن وله توجهات لا تتناغم مع الشرعية؟ حتى الآن لم نسمع غير جناحين فقط، جناح صحة تحت سيطرة الحوثيين وجناح الشرعية في الرياض برئاسة الرئيس هادي. إن كان من أصوات أو وجهات نظر متباينة أو مختلفة، لا نستطيع أن نقول أنها قد تبلورت في تيار معين
له طابع استقلالي متناول لهذا الطرف أصداق. هي صوت أو بضعة أصوات ربما لها أصوات لكن يعني أقصد لها رؤى معينة، لكن على أي حال ستنضوي تحت قيادة الشرعية وليست بعيدة مهما كان، ليست بعيدة عن يعني عن وجهة نظر الشرعية. نعم. أو وجهة نظر أو أقصد النظام الداخلي للمؤتمر بشكل عام. نعم. ليست هناك أجنحة بارزة اليوم غير جناح الرياض والجناح الموجود في صنعاء تحت سلطة الحوثي. نعم أستاذ ثابت، سؤال أخير فقط أودعك فيه، امتعاض بعض الناس أو الكثير ممن كتبوا من كلام وتصريح رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر عندما قال أحمد علي منا ونحن منه ورعى الله عما سلف، هذا العبارة التي ذكرها رئيس الحكومة، برأيك الامتعاض وعدم القبول من الكثير من شرائح المجتمع في اليمن لهذا التصريح، كيف أنت تقرأ هذا الرفض؟ كلام دولة رئيس الوزراء أحمد دكتور أحمد عبيد بن دار هو كلام مع فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي نفسه، وشخصيا أنا أرى أنا مع التصالح، مع تصالح كل اليمنيين بشكل عام ضد هذه الجماعة. ما المانع إذا أعلن أحمد علي عبد الله صالح يعني انضمامه للشرعية واعترافه بها أن يكون فعلا منا ونحن منه؟ ليس هناك خلافات حادة أو تباينات كبيرة بين يعني بيننا وبين أحمد علي عبد الله صالح، باعتباره إلى حد اليوم أنت تعرف سفير ويعمل تحت سلطة، ولكن كما تعلم هو من ضمن يعني من وضعه مجلس الأمن من ضمن العقوبات هو وأبيه، لأنهم تورطوا ربما في المرحلة السابقة بما أوصلت اليمن لهذا المستوى وسلموا البلد للحوثيين، وليس بعيدا أيضا أن تفرج عنه في الأيام القادمة، وبالتالي سيسقط ما أبرمته أو ستنقض هي بنفسها ما أبرمته بالأمس. هذه اللعب الدولية لها أبعادها التي قد لا تتفق مع مصالحنا. بالنهاية نحن لدينا سلطة شرعية ومثلة بالرئيس هادي، وإذا قبل بذلك الرئيس هادي هو ممثل الشعب، وإذا دعا الجميع واعترف الجميع بالشرعية فما المانع بالنهاية؟ ومن تضرروا من القتلى والجرحى والشهداء وفقدوا منازلهم وأراضيهم ويعني تجارتهم وكل شيء والدمار والخراب اللي حصل في اليمن برأيك؟ هناك قانون تم الاتفاق عليه أو ما يشبه في الحوار الوطني مسألة جبر الضرر. نعم. كانت بنود المبادرة الخليجية يتم جبر الضرر لكل من تضرر، ولسنا معها يعني مع أي ضرر لأي أحد مطلقا أبدا مهما كان، يتم جبر الضرر لأي مواطن ومن حقه، وهذا من حقه ومعترف به. أشكرك جزيل الشكر القاضي في حزب المؤتمر الأستاذ ثابت الأحمدي، كنت معنا من الرياض، وأعود إلى عمان مع الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، أنت أيضا قراءتك لهذه الدعوات للتصالح والعفو عما سلف من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في شأن نجل صالح أحمد علي عبد الله صالح؟ يعني هذه الدعوات هي تأتي في سياق رغبة الرئيس هادي بأن يستحوذ على جزء من السلطة، وهو يخشى الرئيس هادي الآن بعد أن بدأ أن هناك رغبة لدى البعض وتحديدا الإمارات وربما أطراف داخل السعودية بتفعيل أحمد علي عبد الله صالح. هذا الأمر أقلق هادي وجعله يفكر، أولا ألقى تصريحات متباينة، من جهة هو يتحدث عندما اجتمع بسفراء الدول 19 بأنه قال بأن صالح ونظامه انتهى وانتهى عهد صالح، لأنه يريد أن يوصل رسالة بأن لا تفتح هذه الدول حوار مع صالح وأن لا تفعل صالح لأنه بيخشى على مركزه السياسي. من جانبه أيضا يريد بن دغر ويريد هادي أن يستميل أحمد علي عبد الله صالح ليعلن موقف مؤيد لهادي وأن يكون تابعا لهادي، وهذا الأمر سيعتمد في النهاية على ما تقرره دول التحالف وتحديدا الإمارات وفيما يخص هذا الأمر. لكن لا أعتقد بأن أحمد علي عبد الله صالح في الوقت الحالي، أولاً لا زال هو خاضع للعقوبات ولا يستطيع أن يمارس أي عمل إلا بعد أن ترفع العقوبات. في هذه المسألة تحديداً قرار مجلس الأمن الذي فرض العقوبات وضع آلية لرفع العقوبات، ومن هذه الآلية أن ترفع اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات أن ترفع بأن هذا الشخص لم يعد معرقلا للتسوية السياسية، وفي هذه الحال يعود الأمر لمجلس الأمن
بأن يرفع العقوبات أم لا. هذه أمور سيدخل فيها حسابات سياسية أكثر منها حسابات قانونية، والأمر متروك لدول التحالف نفسها. إذا أرادت السعودية والإمارات أن ترفع اسم أحمد علي عبد الله صالح سيتم رفعه، ليس هذا الأمر بيد الشرعية كما يتصور هادي. نعم. لأنه حتى هادي نفسه ممكن يكون ضمن المعرقلين للتسوية السياسية، يعني بمعنى لأن الولاية ليست بيده، الولاية بيد مجلس الأمن، وبالتالي ليس من صلاحية الحكومة أن ترفع الرئيس هادي. ربما هو الشرعية الوحيدة المتبقية أستاذ عبد الناصر، فكيف يمكن وصفه معرقل؟ لا لا، ممكن يصير هو معرقل إذا ربما هذا الحديث سابق لأواني. لا يمكن أن يعني نطلق أحكاما مسبقة قبل وقوعها أستاذ عبد الناصر. لا أقصد أنا أنه ليست من صلاحية هادي ولا حكومته أن تطلب هي من ترفعها أو تضع اسم شخص أو ترفع اسم شخص. نعم فعلاً. هذه هي من صلاحية اللجنة الخاصة بمجلس الأمن نفسه، ويمكن أن يكون الرئيس هادي معرقلاً من ناحية نظرية ومبدئية، وهو في الواقع معرقل كونه أدخل الحوثيين وهو الذي سبب الكارثة الرئيسية. لو كان هناك قانون وتطبيق صحيح للقانون فهو معرقل، وهو أكبر معرقل هو وبن عمر الذي أدخلوا الحوثيين إلى داخل صنعاء، هذه أكبر كارثة. لكن هذا الأمر الحسابات السياسية لم يخضع هو ووزير دفاعه السابق. عندما تعود الدولة أستاذ عبد الناصر، لكن حاليا لا توجد شرعية إلا للرئيس عبد ربه منصور هادي، ونحن نقف جميعا في صفة حتى تستعاد الدولة. نظريا ربما شرعية ولا سلطة فعلية. الشرعية هي ليست اسم وليست ختم ولا توقيع، الشرعية هي وجود حقيقي على الأرض. الرئيس هادي لم يعد له أي سلطة فعلية في أي مكان داخل الجمهورية اليمنية. وجهة نظرك نحترمها أستاذ عبد الناصر، وجهة نظرك نحترمها. نعم فعليا أنه الآن يمارس سلطته من داخل الجمهورية اليمنية. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي، ونشرك معنا في الحديث من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور محمد. ربما الكثير يتساءل لماذا لم نشهد أي موقف من المؤتمر الشعبي العام، يعني بصريح العبارة مؤيد للشرعية وانخراطه في معركة استعادة الدولة ضد الانقلابيين. أنا يعني في هذا الموضوع يعني تكلمنا ربما أكثر من مرة في خصوص هذا الموضوع، لكن أنا في تصوري أن المؤتمر كما ذكرت يعني قد يصب عليه في هذه اللحظة أن يعلن موقفا واضحا سواء من التحالف أو من الشرعية. يعني هو على مدار 3 سنوات وهو يردد عن الشرعية شرعية الفار إنجاز التعبير، يقول ذلك طبعا. وكثير من الإعلاميين والصحفيين الذين اندرجوا في هذا اللقاء يستخدمون هذا اللفظ ولا يعترفون بشرعية الرئيس هادي على مدار 3 سنوات الماضية، وكذلك يتحدثون عن التحالف بلفظ العدوان. وبالتالي أنا أتصور أنه يصعب أن يحصل هذا التغير 180 درجة بهذه السرعة. ينبغي في تصوري للحكومة الشرعية أن تتحلى بسياسة النغز الطويل مع المؤتمر من أجل أن يكون في هذا الجانب. وأنا في تصوري وتواصلت مع كثير من أعضاء اللجنة العامة يقولون بأن المنطلق وأن برنامج العمل للمؤتمر من بعد أحداث ديسمبر الأخيرة وصاعدا هو خطاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح رحمه الله، الخطاب الأخير الذي أكد فيه أو الذي دعا فيه إلى ضرورة مواجهة الحوثيين. لماذا لا يترجم بصورة رسمية أستاذ دكتور محمد؟ طبعا أنت تتحدث الآن عن أيام تفصلنا عن أحداث ديسمبر التي حصلت، وبالتالي لا يمكن أن نتصور تشكل مقاومة سريعة في هذا الوقت. الأغلب المؤتمريين الآن في الداخل إما تحت الإقامة الجبرية أو تحت الإقامة الاضطرارية من أنفسهم، أو أنهم في السجون، أو أنهم ملاحقون ومطاردون أو قتلوا كثير من القيادات. وبالتالي أنا في تصوري اليوم نحن يجب أن نتكلم بكل وضوح بكل مسؤولية، يجب أن تكون هناك مصالحة تاريخية بين قطبي العملية السياسية في اليمن الرئيسيين، المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح. هذه الأصوات أخي الكريم إذا ما تعالت من أجل رأب الصدع الحاصل بين الطرفين يمكن أن تشكل جبهة جديدة تكون بغض النظر عن المسميات الشرعية وما شرعية، لكن يكون هدفها هو مواجهة الانقلاب الحاصل.
لم يحصل لم تصل بلادنا الى هذا باعتقادك يا دكتور محمد، على من تتوجب المبادره في هذه اللحظه دكتور محمد؟ انا اعتقد ان هناك بعض الرسائل التي يمكن ان تفسر هنا وهناك على انها نوع من المبادره او نوع من الرسائل المشفره ان جاز التعبير. اليوم هناك اطراف في توقيت محمد عبد الله صالح تقريبا في حسابه على تويتر يقول باننا تحالفنا او عشنا في ظل حكومه الاصلاح 3 سنوات وكان فيها ما كان، لكن التعايش مع الحوثيين للسنوات 3 الماضية ليس كمثله شيء، يعني أنه يشن عليه بشكل كبير، وبالتالي يقول أن هذه رسالة للإصلاح. هناك أيضا كلام لأحمد عبيد بن داغر وهو مؤتمري يعني مع الشرعية كما في رسالته البارحة التي خاطب بها كثيرا من الجهات، وكذلك هناك نوع من او هناك نوع من التحركات الموجوده لدى اعضاء اللجنه العامه في دبي، ابو ظبي اقصد، وفي القاهره، وهناك في الرياض، وهناك تواصل كبير يجب في تصوري لوسائل الاعلام التي تتبع مؤسسه الشرعيه ان تصب في هذا الاتجاه، في اتجاه رأب الصدع. اخي الكريم، لم يصل الحوثي الى ساحل عدن بقوته وبجبروته وبنصر الهي كما يزعم، انما وصل بالمكايدات السياسيه. عندما كان الحوثيون يحاصرون دماج ويضربونها كان كثير من المتشتتين في السلفيين على اعتبار انهم لم يقفوا مع ثوره الشباب يقولون فليطيعوا ولي الامر الحوثي الجديد، واخذ الحوثي دماج. ثم لما وصل الى عمران كان كثير من المتشتتين يقولون هؤلاء اصلاحيون اخوان مسلمون ليس لنا دخل، الى ان دخل الى صنعاء وبإرادة تصفية الحزب المعلمين للإصلاح والآخرون يتشفون. وعندما استهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح واستهدف المؤتمر الشعبي العام، اليوم بعض المتشتتين يقولون هم كانوا يتشفون في 2014 واليوم يذوقون من نفس الكأس. هذه النغمة يجب أن تنتهي. الكل أخطأ والكل تشتت والكل كاد والكل كيد لهم، واستفاد الحوثي فائدة عظمى وهو المستفيد الوحيد. نعم. إذن الضحايا ضحايا الحوثيين اليوم يجب أن يتوحدوا في جبهة واحدة لصد هذا الانقلاب. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن، والشكر للقيادي في حزب المؤتمر ثابت الأحمدي، وكذلك الشكر للمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع كان معنا من عمان. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن.